سوق الخضار في مدينة خان شيخون بريف إدلب هو مسرح جديد لجريمة جديدة من جرائم الأسد. مدينة خان شيخون التي كانت مسرحا لكيماوي الأسد قبل حوالي شهر من الآن، عاد الطيران الحربي ليرتكب المجازر فيها من جديد. قامت طائرات حربية تابعة للأسد باستهداف سوق الخضار هنا في مدينة خان شيخون، مما أدى لسقوط 5 شهداء على الأقل وأكثر من 10 جرحى. ربما تمت معاقبة الأسد على جريمة الكيماوي في خان شيخون والتي أدت لاستشهاد 100 من المدنيين، لكن من يعاقب على الجرائم المستمرة بالأسلحة الأخرى، بالبراميل والصواريخ الفراغية التي يرتكب فيها نظام الأسد كل يوم مزيد من الجرائم، والتي وصل عدد الشهداء فيها إلى أكثر من 500 ألف شهيد؟ من يعاقب على هؤلاء؟ يتساءل المدنيون هنا ولا يجدون إجابة سوى بمزيد من الصواريخ وبمزيد من البراميل المتفجرة التي تلقى عليهم. شو اللي صار بالضبط هون؟ كانوا قاعدين عم يبيعوا هوني خس، يعني الغالي محمل لك بسطة عم يبيعها هوني. كان عنده هذا اللي عنده سحار عنده خس ايش من كان عم يبيعه، ما حسوا الا الطيران نزل عليه هون فجأة، ما بيعرفوا شيء، يعني هون ما في لا دبابات ولا في شيء خالص، ما في شيء اي شيء خالص كلياتهم، يعني هذا اللي هون استشهدوا 4 5 يعني عندهم تالي قوت عم يعيشوا من وراه، لا عندهم هالدبابات ولا عندهم شيء ولا شيء، عاشي من وراء الله وهالخس، يعني ما حسوا الا الضربة اجتهم هيك يعني فجأة، يعني قاعدين هون الله يضرب المجهل حبيب محمد. طيب خان شيخون قبل فترة تعرضت للكيماوي وهلا رجع عم يرتكب جريمة بس بسلاح ثاني. خان شيخون يوميا عم يضرب عليها 100 فرض الصلاة. ما هو شرط بس ضربة كيماوي، بعد ما ضربت كيماوي يعني لهلا بعد ضربة كيماوي لهلا صار عم يضرب، ما هذا الطيران خالص، لا ارتجاجة ولا صواريخ ولا شيء خالص، الطيران ما عم يوقف لا بالليل ولا بالنهار على خان شيخون ضرب. خالص، يعني عم يحاول يهجر الشعب. ونحن هون صامدين باذن الله ما بنطلع الا على جسدنا اذا الله يسر. الله يحميكم يا رب. ميت اهلين.